رأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات بحضور دورت دينيجر رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني. كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين ويربي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء، مشيرا إلى تقدير الحكومة للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري. وأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الإفريقية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة، مشيرين إلى استعدادهم لتوطين مزيد من الصناعات في السوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة.